طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم وغدا في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى تستضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم تحت شعار ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع، مسؤوليتنا فرصتنا. الحدث الدولي المنظم من قبل الأمم المتحدة يقف عند الجهود العالمية لمعالجة أزمات المناخ والبيئة وتقييم مسيرة 5 عقود من العمل في هذا الاتجاه. كما يعقد هذا الاجتماع تزامنا والاحتفال بالذكرى 50 لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية، وكذا مرور 5 عقود من العمل البيئي العالمي. مؤتمر ستوكهولم يعود إذن بعد 50 عاما من أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بمشاركة الجزائر كواحدة من الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية لتقليص انبعاثات الغاز وكذا مكافحة الاحتباس الحراري. مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى ستوكهولم سكينة محمود عليان. إنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية لم يعد متاحاً لوقت طويل، ما يجعل من مؤتمر ستوكهولم الذي يعود بعد 50 عاماً من أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن قضية البيئة أمام تحديات ومسؤوليات عدة. اجتماع بيئي حاسم تشارك فيه الجزائر كواحدة من الدول التي صادقت على مجموع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاث الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. وكانت الجزائر قد رافعت للإسراع في تجسيد مقترحها لإنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية الناجمة عن تغير المناخ والذي اعتمده مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. مؤتمر ستوكهولم فرصة أخرى لتجديد مواقف الجزائر للتأكيد على أن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية، بالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها وبين الدول السائرة في طريق النمو، وتأكيد على وفاء الجزائر بالتزاماتها من خلال مخططها الوطني للمناخ للفترة 2020-2030. كما تعد الجزائر من أوائل المبادرين بمشروع واعد منذ عقود خلت، وهو السد الأخضر الذي تعمل على إعادة بعثه وتوسيعه. مكافحة التغير المناخي ظاهرة عالمية من الرهانات التي تضعها بلادنا ضمن مختلف المخططات والاستراتيجيات التنموية الشاملة من خلال مقاربات براغماتية تخدم أسس التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة. تتجه الأنظار نحو ستوكهولم النواة الأولى للدبلوماسية البيئية، فبعد 5 عقود يعود المؤتمر إلى نقطة انطلاقه لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتضم الجزائر صوتها وجهودها لأشغال هذا المؤتمر على أمل الخروج بتوصيات تنقذ كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية. سكينة محمود عليان، التلفزيون الجزائري، ستوكهولم. في النشاط البرلماني يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة عامة لتخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وتخص قطاعات الصناعة، الفلاحة، التنمية الريفية، السكن والعمران، والمدينة والصحة. كما سيتم خلال الجلسة إثبات عضوية 3 أعضاء جدد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي. في التعاون الطاقوي يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 29 لدول أوبك والدول خارج أوبك أوبك بلس الذي يعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع سيخصص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها على المدى القصير. كما سيشارك عرقاب في أعمال الاجتماع 41 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC التي تضم الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، نيجيريا، فنزويلا، ودولتين غير عضوتين في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان.
بهدف إنجاح دورة الألعاب المتوسطية المنتظرة في وهران، تم بمركز المؤتمرات الميريديان بوهران تم توقيع 9 اتفاقيات شراكة بين فروع مجمع سوناتراك واللجنة المنظمة للألعاب، وتخص اتفاقية الرعاية هذه تهيئة وتجميل وتزيين لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط الباهية وهران. هذا من واجبنا كشركة أولا وطنية تهمها صورة الجزائر وسمعة الجزائر، وكذلك شركة مواطنة تساهم في جميع المجالات الاجتماعية والرياضية التي تقام في الوطن في شماله وفي جنوبه في شرقه وفي غربه. كذلك هو شرف عظيم لسوناتراك أن تكون من داعمي ومن المؤسسات الراعية الأولى لهذه التظاهرة الكبيرة المتوسطية. شركة سوناتراك زادت تقدم الكثير للرياضة وسجلت اسم الرياضة الشركة على جانب يعني أندية أخرين في بالتتويجات دولية وطنية بطبيعة الحال، لكن الأهم بالنسبة لشركة سوناتراك تتويجات دولية في عدة رياضات. بعد الإصلاح الرياضي سوناتراك بقات تعمل لفائدة الرياضة الجزائرية. إن هذا الدعم الذي تلقيناه اليوم من طرف شركة سوناتراك التي اعتادت على المساهمة في دعم الرياضة الجزائرية في شتى المحافل، هذا الدعم سيساهم بدون شك في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي، وأتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم السيد الرئيس المدير العام وكل إطارات الشركة على ما قدمتموه من دعم كبير إلى ولاية وهران تحضيرا لهذا الحفل الكبير الذي نستعد له بتاريخ 25 جوان القادم. خلال إشرافه أمس على إعلان نتائج الدورة الوطنية الثانية لتأهيل الجامعية السداسية الأول من سنة 2022 الخاصة بترقية الأساتذة المحاضرين قسم باء إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ألف، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن هذه الترقية ستساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والعلمي بالمؤسسات الجامعية. الدورة تنظم للمرة الثانية على التوالي عن طريق الرقمنة إضفاء لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. إن ترقية هذه الفئة من الأساتذة سيساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والعلمي بالمؤسسات الجامعية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث، وهو الهدف الذي يسعى القطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيقه في إطار تنفيذ برنامج عمله الذي يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة لسنة 2021 إلى 2024. في سياق التحضيرات الجارية لموسم الحج، تتواصل تسجيلات الحجاج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث وفرت كل الظروف لسير العملية كالفحص الطبي والتنقل للبنك لإتمام عملية الدفع لإنهاء الإجراءات المالية قبل الحصول على جواز سفر الحج. هذا وقد قدرت حصة الجزائر هذا العام بأكثر من 18,000 حاج. دوليا الآن، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي طلبه بالتحرك والانتقال من مرحلة جمع بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الكيان الصهيوني، داعيا إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال لقائه بممثلين من الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج. ميدانيا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.
وفي تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق عملية عسكرية للدفاع عن الجمهوريات الانفصالية في دونباس شرقا. ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن العقوبات ضد موسكو ستتواصل وتزداد وطأة مع مرور الوقت. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، موعدنا يتجدد عند رأس الساعة. شكرا لكم والسلام عليكم.